استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بقصر الصفرية هذا اليوم سماحة الشيخ عبد الله الغريفي وذلك للسلام على جلالته وقد رحب جلالة الملك المفدى ايده الله بسماحة الشيخ عبد الله الغريفي شاكرا له جهوده في بحوثه العلمية الدينية والارشاد متمنيا له دوام التوفيق والسداد.